السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في صحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنكمل الداشبورد اللي بدأناها المرة اللي فاتت. حابب بس قبل ما ابدأ اعتذر لاني لاحظت في الفيديو الاول اني ممكن اكون بتكلم بسرعة او بعمل ستيبس من غير ما اشرحها، فهحاول ان شاء الله ان انا ابطئ البيس شوية في الفيديو ده. بس برضو لو لاحظت ان انا لسه ستيل بتكلم بسرعة ممكن انت تبطئ الفيديو بنفسك، او لو ستيل عندك اي كويستشن ممكن تسيبولي في الكومنتس وانا هرد عليك. وقفنا في الفيديو اللي فات على اننا عملنا التشارت بتاع الريفينيو بير كونتري، وان شاء الله النهارده هنكمل بقيه التشارتس اللي احنا عايزينها علشان الداشبورد. كده الشيت اللي احنا عملنا فيه الريفينيو بير كونتري ده خلاص احنا مش محتاجينه، ممكن نديليت دوس ونعمل هايد للشيت. نرجع للداتا بتاعتنا تاني ونبص كده، احنا عملنا تشارت للريفينيو بير كونتري. ستيل ممكن احنا نكون عايزين نشوف الريفينيو بير سيتي. زي ما عملنا في التشارت الاولاني هنقف في اي خليه وسط التيبل وندوس على انسرت، وبعد كده ندوس بيفت تيبل، هنسيبها في نيو ورك شيت وندوس اوكي، وهنسمي هنا الشيت دي ريفينيو داش سيتي، ونسمي البيفت تيبل as well revenue dash city. في البيفت تيبل ده احنا عايزين السيتي في الروز، نحط الاماونت في الفاليوز، ونحط المانث في الكولومز، واجين زي ما عملنا في التشارت الاولاني لما غيرنا الفورمات بتاع النمبرز عشان تبقى اسهل على العين، هنعمل سيلكت اول، كليك يمين نمبر فورمات، ونروح على الكاستم ونختار الفورمات اللي احنا اوريدي عملناه اخر مره وندوس اوكي. كده بقت اسهل للقرايه. نروح على انسرت بيفت تشارت علشان ننزل التشارت بتاعتنا، وخلينا هنا نختار برضو بار تشارت وندوس اوكي. هنرجع على الداشبورد. في خطوة ممكن نعملها هنا علشان تسرع لنا الموضوع ده، هنعمل سيلكت للتشارت اللي احنا عملناها دي وندوس كليك يمين سيف اس تمبلت، وهنسميها هنا performance dashboard for example 01. دلوقتي لما نرجع للتشارت الجديده اللي احنا عملناها ممكن نروح للديزاين وندوس على change chart type، هيفتح لنا التشارتس. نروح على التمبلتس وهنلاقي الشارت اللي احنا عملناها البرفورمانس داشبورد وندوس اوكي. ناخد الشارت دي كوبي، نيجي على الداشبورد ونعمل لها بيست، نعمل سيلكت للشيب اللي احنا عملناها قبل كده وندوس كليك يمين وندوس سيت اس ديفولت شيب. ده هيسهل علينا بعد كده عشان لما نيجي نعمل insert للشيب بيعمل لنا شيب بنفس الفورمات. We shouldn't worry much about the alignment دلوقتي، هنبقى يعني نظبطها كلها في الآخر بعدين. قلل الداشبورد دي، رايت كليك عليها bring to front عشان تبقى هي اللي ظاهرة من فوق، ونحطها هنا. لو لاحظنا هنلاقي ان الفورمات بتاعها مش مظبوط، وحتى لو غيرت اي حاجة من الفلترز التشارت دي مش بتتغير معايا. اوكي، خلينا الاول نسميها revenue per city. ازاي هنربط التشارت دي بالتشارت دي وبقية التشارت اللي احنا هنعملها؟ من خلال السلايسر اللي انا عاملها هنا. فانا لو عملت كليك يمين على اي سلايسر منهم
ودوست على ريبورت كونكشنز. ريبورت كونكشنز ده اللي بيعمل الكونكشنز بين البيفتس وبعضها. فانا هنا لو لاحظت هلاقي في معموله علامه صح على الريفينيو داش كونتري بيفت بتاعي، بس ما فيش صح على الريفينيو داش سيتي. فخلينا ادوس على صح على ريفينيو داش سيتي وادوس اوكي. هلاحظ هنا ان اتغيرت وبقت فلترد لجان وفيب زي ما موجود هنا. ستيل هنا برضو لو غيرت ايجيبت كي اس اي يو اي مش هتتغير معايا، لان السلايسر دي مش معمول لها كونكشن هي كمان. فاعمل كليك يمين على هنا ريبورت كونكشن وادوس اوكي. نفس الكلام بالنسبه للسيتي، كليك يمين ريبورت كونكشنز وعلم على ريفينيو داش سيتي. نفس الكلام للبيزنس لاين والبرودكت والكلاينت. دلوقتي لو انا عملت فلتر في اي سلايسر التو تشارتس هيتغيروا معايا. نلغي الفلترز كلها وكده بقى عندنا تو تشارتس، اول واحده للريفينيو بير كونتري وتاني واحده للريفينيو بير سيتي. بس انا هنا عايز ارتب سواء في التشارت الريفينيو بير كونتري او الريفينيو بير سيتي، عايز ارتبها من الكبير للصغير علشان يبقى شكلها اظرف. فهروح للريفينيو بير سيتي. انا دلوقتي بكمبير فيب بجان، فخلينا نرتب من فيب. كليك يمين سورت فروم سمولست تو لارجست. ولو انا عايز التشارت تظهر من الكبير للصغير لسبب ما بعمل السورتنج من السمولست لللارجست. لو رجعت على الداشبورد دلوقتي هلاقي الريفينيو بتاع فيب مترتب من الكبير للصغير. طبعا علشان الداتا دي كلها راندمايزد فالفيجرز ممكن doesn't make sense شوية. هنا الرياض كانت كتير قوي في جان وبعد كده قلت في فيب، بس in real life الداتا مش هتبقى بالاختلاف الفظيع ده. بس anyway الهدف من هنا ان انت بس تعرف ازاي تعمل التشارتس طبقا للداتا اللي عندك انت. لو حابين نعمل الكلام بالنسبة للتشارت بتاعت الريفينيو بير كونتري، ممكن نرجع نعمل كليك يمين هنا انهايد ونيجي برضو على فيب، كليك يمين سورت فروم سمولست تو لارجست. وهنا هنلاقي برضو في فيب الريفينيو مترتب من الاكبر للاصغر. نرجع نعمل هايد للريفينيو بير كونتري ونعمل هايد كمان للريفينيو بير سيتي ونرجع للداتا بتاعتنا. خلصنا الكونتري وخلصنا السيتي، عايزين نعمل التشارت بتاعت البيزنس لاين. نفس الكلام هنعيده تاني، نقف في اي خليه فاضيه وندوس انسرت بيفت تيبل اوكي ونسمي الشيت دي ريفينيو داش بيزنس لاين. ونفس الكلام البيفت نسميه ريفينيو داش بيزنس لاين. نفس الكلام هنحط المانث في الكولوم، نحط الاماونت في الفاليو ونحط البيزنس لاين في الروز. سيلكت اول للنمبرز، كليك يمين نمبر فورمات ونروح على كاستم ونختار الفورمات بتاعنا وندوس اوكي. طبعا انت مجرد ما عملت الفورمات هيتسجل عندك في كاستم فمش هتحتاج تعمله كل شويه. انسرت بيفت تشارت ودلوقتي خلينا نغير التشارت بتاعتنا. خلينا مثلا نعمل باي تشارت بتوضح لي الريفينيو الخاص بكل بيزنس لاين النسبه بتاعته قد ايه من التوتال ريفينيو بتاعي وندوس اوكي. نكلين شويه التشارت، كليك يمين على هايد اول فيلدز، نحط الليجندز فوق، نغير الديزاين، نجيب الديزاين ده، نغير الاسم
بيزنس لاين نروح على الفورمات شيب فيل نو فيل شيب اوت لاين نو اوت لاين ناخدها كوبي نرجع على الداشبورد ونحط بيست كنترول في وبعد كده خلينا نغير الفونت الوايت سنترلايز السيركل خلينا نصغرها شوية ونصغر الفونت insert shape ونعمل shape ليها كليك يمين على الشيب send to back طبعا هنقدر نعمل الشيب send to back او نخلي الشارت bring to front الاتنين هيدونا نفس النتيجة ان الشارت تبقى on top of the shape ممكن نغير الكالر كمان شوية نشوف لو في كلر جاهز اعتقد الكلر ده هيمشي مع الثيم بتاعنا حتى احنا ممكن نخلي دي مثلا فاحنا ممكن نعلم على اي جزء منهم نعلم على ده مثلا فورمات الشيب فيل ونخليها الدارك بلو بتاعنا ونخلي الجزء ده برضه نعلم عليه الشيب فيل نخليه اللايت كولر بتاعنا وده ممكن نخليه something in between نشوف ده مثلا okay now it's more aligned to the to our theme هنا برضو لو غيرنا لسه هي مش connected فخلينا نربطها كليك يمين على السلايسر report connection نعلم على revenue business line نفس الكلام للcountry city business line product clients اوكي دلوقتي لو غيرت اي فلتر هيتغير معايا لتلات شارتس في طريقة ممكن نعملها علشان نوفر موضوع ان احنا نعمل الريبورت كونكشن ده كل مرة ان احنا نعمل كوبي لاخر بيفت احنا عملناه احنا مثلا ممكن هنا ندوس كنترول وندوس كليك شمال على الشيت ونسحب كده نعمل كوبي من اخر بيفت احنا عملناه ونغير اسمه نخليه مثلا ريفينيو داش ريفينيو داش خلينا نشوف احنا عايزين نعمل ايه نيكست برودكتس فخليه ريفينيو داش برودكت ونغير اسم البيفت نروح على pivot table analyze ونخير دي نخليها dash product وكل اللي هنعمله هنا ان احنا هنشيل ال business line من ال rows ونحط ال product ممكن نسيب نفس ال pie chart او ممكن برضو نحاول نغيرها نروح على الديزاين وندوس change chart type ونشوف ممكن ايه اكتر حاجة تكون مناسبة للداشبورد بتاعتنا ممكن نعمل هنا column
بس عشان نبقى عملنا اكبر عدد من الشورتس. ندوس اوكي. كنترول سي ونرجع على الداشبورد. كنترول في نخلي الفونت وايت ونغير الهيدر نخليه برودكت، نشيل الجريد لاينز دول نعلم عليهم، ندوس ديليت. خلينا نغير الكالر بتاع جان وفيب as well. فيب عندنا اللايت كالر وجان دارك كالر. اوكي خلينا ننقل الليجند هنا، نانسرت الشيب بتاعنا. خلينا نعمل حاجة عشان بس نتأكد ان احنا مش هناخد وقت طويل في الفورماتنج في الاخر. نوحد الهايت والويت بتاع كل الشيبس، فخليه 7 × 11.5 and then 7 × 11.5. طبعا احنا بنغير من هنا، بنعلم على الشيب ونروح على شيب فورمات، هنلاقي الطول والعرض بتاع الشيب، فنخليهم كلهم زي بعض عشان يبقى سهل علينا بعد كده. وهنا نفس الكلام 7 × 11.5. اوكي طبعا كليك يمين على الشيب، سند تو باك. مش محتاجين دي، select وديليت. صغرها شوية، كبر الشارت نفسها. خلي الأرقام دي علشان مش ظاهرة هنا، علم على الأرقام وروح على label options وخليها outside end عشان تظهر فوق الشكل. نفس الكلام بالنسبة لدول outside end كده، واضحة أكتر. دي بس شوية. تمام جنت جان فيب كبر دي، دي سنة بسيطة. دي نفس الكالر بتاعهم. هنا هنلاحظ بقى ان الشارت بتاعت البرودكت اوريدي لينكت، مش محتاج ان انا اعمل لينك لكل الشارتس تاني. لا عملت هنا، لا عملت كليك يمين على اي واحدة country report connections، هلاقي ان already revenue dash product already معمول لينك ليها. طبعا زي ما قلت لكم ما تهتموش بالفورماتنج دلوقتي، في الاخر خالص واحنا بنخلص الداشبورد هنعدل كل الكلام ده ونخلي شكله much nicer. نرجع تاني للداتا، خلصنا البيزنس لاين، خلصنا البرودكت. خلينا نعمل الكلاينت، هنروح على الريفينيو داش برودكت، ندوس كنترول كليك شمال ونسحب الشيت نعمل منها كوبي، او نعمل كليك يمين موف اور كوبي ونعمل كرييت كوبي، ممكن الطريقتين دول. ونسمي دي ريفينيو داش كلاينت ونروح على نعلم على اي خليه في البيفت، بيفت تيبل انالايز، ونغير اسمه برضو لريفينيو داش كلاينت، نشيل البرودكت من الروز ونحط بداله الكلاينت.
خلينا برضو نجرب شارت تانية، نروح على الديزاين، change chart type، ونبص نشوف. خلينا نختار باي المرة دي برضو وندوس اوكي، كنترول سي كوبي، نروح على الداشبورد، كنترول في. طبعا ممكن هنا زي ما قلت لكم ان احنا نسيف التشارتس دي ونستعملها بعد كده لو حاسين ان احنا نستعملها اكتر من مرة، فبدل ما انا اقعد اغير الفورمات بتاع التشارت دي عشان تماتش دي، ممكن اعلم على التشارت هنا وادوس كليك يمين سيف اس تمبلت واسميها performance dashboard 02 for example، save. وبعد كده ارجع لهنا تاني واروح على design change chart type، اروح على template واختار الشارت اللي انا لسه عاملها save وادوس اوكي، تبقى هنا في الفورمات بالظبط. نروح على insert shapes ونختار الشيب بتاعنا، كليك يمين على الشيب، send to back. طبعا زي ما اتفقنا كل الكلام ده هنظبطه واحنا بنعمل الفاينل فورماتنج في الاخر، فما تشغلوش بالكم بيه قوي. هنا برضو لو غيرنا بيدروم مثلا هنلاقي ان الشارت دي ستيل الكونكشن مظبوط فيها، والفايف تشارتس اللي عندنا دلوقتي بيتغيروا لما اغير اي حاجه في الفلتر او اختار مدينه معينه او اختار برودكت معين ايا كان، هيظهر لي كل الداتا بتاعته. وبكده نبقى وصلنا للكلاينت، فاضل لنا السيلز بيرسون، وممكن نحط تشارت صغيره على نوع السيلز هل هو كاش ولا كريدت، وممكن برضو نعمل تشارت على اليونت. يعني محتاجين 3 تشارتس كمان، 1 2 3 بالظبط، هيبقى عدد 8 تشارتس عندنا. طبعا طبقا لنوع الداتا اللي عندك والمعلومات اللي انت عايز توريها في التشارت، ممكن تختار ان انت تعمل بار تشارت بدل ما تعمل كولوم تشارت، او تعمل باي تشارت، او تعمل ايفن دونت شارت. عندك كذا نوع من التشارتس، كل واحد منه بيوضح طريقة معينة. ونكتفي بهذا القدر النهاردة علشان ما اطولش عليكم. حابب بس اديكم براكتس بروبلم، حاجة انتوا تعملوها. والبراكتس بروبلم دي هتبقى ان احنا عايزين نعمل تشارت هنا. التشارت دي الهدف اللي انا عايزه منها ان انا اشوف البرفورمانس بتاع كل سيلز بيرسون، فانت اختار شوف ايه اكتر تشارت مناسبه للنوع الداتا دي واعملها، وحاول تخليها ماتشنج للثيم بتاعنا بنفس الكولرز، واعمل سيف للفايل وابعتهولي في كومنت على اليوتيوب. طبعا زي ما قلت لكم ما تقلقوش على الفورماتنج دلوقتي، هنظبطه كله في الاخر. وانا هسيب لكم ان شاء الله نسخه من الفايل زي ما هو دلوقتي، هسيب لكم نسخه منه في الديسكريبشن تحت. وزي كل مره لو عندكم اي اسئله بخصوص المحاضره دي او بخصوص المحاضرات اللي جايه، او لو حابين تعرفوا طريقة عمل تشارت معينة، سيبولي السؤال بتاعكم في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليكم. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.